قام المسيح قام المسيح انفتلي قام قام المسيح يا ليعيد صبيح كل نفس تصيح قام قام المسيح حواد القتيل بالقيام الجليل فبشوران يا خليل قام قام المسيح تم الفداء فر فر العداء الصدى قام قام المسيح أشرق ليل انتصر والضياء انتشر والجحيم انكسر قام قام المسيح اليسار اليمين قل من دون للمنذرين قام قام المسيح يحيى اليوم نور من ضجيج القبور يصرخون بالسرور قام قام المسيح يا لعيد سعيد فيه يحن النشيد في ترنيم جديد قام قام المسيح قام قام المسيح تم الفداء فر فر العيد يتصاف قام قام المسيح أشراقيل انتصر والضياء انتشر الجحيم انتشر قام قام المسيح يا نساء اليمين قطيرات اليقين كل للمنذرين قام قام المسيح حقا قام يوم نور من ضجيج القبور يصرخ بالسرور قام المسيح لعيد سعيد يحيى أحل النشيد لترنيم جديد قام المسيح قام قام المسيح اخ مدام شبحي مالك كن شي رابط مالاخي واحنا نمحي لعفرون مو كدواي واخوثون مشبحين انكاد ومرينا نبخول زبان وابخول عيدون تشبح طلاله بمره ومي وعلى رش لهم وشينو سب ناينو غدينا اللخ ملوت شبح ومسقينا مودينا اللخ مطرة وثوت شبح ودي لخ مريا فدا الله امه فدا مو عود شوقي وكيد قرب حيت العلم ويرحمنا عود شوقي وكيد قرب حيت العلم ويرحمنا
تقبل بعوثا حقا ومن يمين داب ويحس وثراحا ما لين ميقل ذات الحودي هديشات الحودي كمهور يويش وعمشي وعم روح قديش شبحي ضلوه أبو أمين وبخلهن يوم تضحي يبرخو وفي شبح لشم قديش وانبرخو العلم هوديتا ونقاول علمين انبرخت مريا احد كل الله دبه تجيلا اخ يا عيشه يا تشبح تقول خفيق ولا سأله ادخل عباد اشرف عام بروحي حيدا يا اف الروح حيا قديش شواب كل اسبه موراني شو عمشي حتار حمايك لو تحوذ بافي مور حاطو احنا مودنا نترى علينا قديشة طقوه قديشة حيل تونو قديشة أمو يوثو تسلب تحلوفين وترح مالين قديشة طقوه قديشة حيل تونو قديشة أمو يوثو تسلب تحلوفين حمالين قديشة طروه قديشة حيل ثنو قديشة لمو يوتو تسلف تحلوفين وثرى حمالين حمالين مورا حسرى حمالين مورا قابل تشمشتن وصلا وثن وثرى حمالين شب حلوها قروا يا شب حلوها ملكم شيح حين حطي عبديك أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. نور Amen.
مريم دي للدوخ يوحان دام دوخين ونو لوخن في سون حلوفين اثراحا مالين بصلو ثيمو دي للدوخ واتكلهم قادي شيكي رامو رامو خمور ملكو يحيدو يبرو للتدب وشما يونو هودي تودك يا شبحت بتل قد اخيت تتآله مريم لو شحلو وبرنو شو سقلي وفين مشيح أروح ديلا وبموت الموت ندوش ويتوحد من تليت يوثق ديشتو مست غيدو مشتبح عام ابو يروح قديش حسن قديش تلوه حمو طوبنا شمعت دمر دنوشني تنسى برخون البرمي مد سبر نخمون وملاخ ومن روم يهوي حرام عيته عين لم يلفوني شحل في من كل جبين قبلين وتب يلفوني
وشاري وشالم. بالرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بارك يا سيدي. شبح المورد أشليح وصلوثي عمان آمين. إخوتي ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيى الجميع، ولكن كل واحد في رتبته. المسيح باكورة ثم للذين للمسيح في مجيئه، وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يبطل هو الموت، لأنه أفضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ إن كان الأموات لا يقومون البتة، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة إني بافتخاركم الذي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم؟ إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في إفسس فما المنفعة لي؟ إن كان الأموات لا يقومون فنأكل ونشرب لأن غدا نموت. لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. بارك مور. اليوم قادي شود موراني شو عم شي حوز برثو محيوني ثو من مرقس مسبرونو دم سابر حايا وفرقون العلمو زبنو هوخيل دم دبرون وثيد موران والوان وفورون قدلان يشو عم شيحو من فتحايا لودد باسر مثلتو قادشتو مريم هولندي هوخان هواي Now when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices that they made come and anoint him. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb
when the sun had risen. And they said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb for us? But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away from it, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side, and they were alarmed. But he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالوما حنوطا ليأتينا ويدهنه وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس وكنا يقولنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فتطلعنا ورأينا إن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فاندهشنا فقال لهن لا تندهشنا أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ها هنا هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات أشينا وأشلا ملك الخون شالي ومونو لخمور تسومو قينا حتيك وترع صدروخ ومبزعوني دايك ما صرتو دوشت بشيو لقابو رويت وزرو أرعث بلحو يبد مؤيت فالف لث هاليلويا وقومت بزخو صلي كلنا رحمه وحنونا من مريم وفي مريم رحمونا رحم علينا وادار ان تشبهت وتوديت ايدرون كل اسر امره مطابط لو بطل امين ايث وابقل اسبان وابقل عيدو نشفت ناسي Glory to the good Lord who broke his body and gave us to eat and mixed his blood and gave us to drink and made us inherit his heavenly kingdom. To him be glory, honor, and worship at this time of the celebration of the divine Eucharist, and at all feasts, times, hours, and seasons, all the days of our life, forever. Besmemet simin meni dei konon om yakro salekulen urahme wahnono mem moryon vei moryom rahmon urahem alen wada Allah ترد باسمهم حسيون اللهم امنحنا بعطر البخور هذا عفوا وغفرانا وتطهيرا صافحا عنا ومتغاضيا عن اثامنا واغفر لي خطاياي الكثيره والعظيمه التي لا تحصى
متجاوزا عن ذنوب شعبك المؤمن. وربنا أيها الجواد وارحمنا، تذكرنا اللهم ذاكرا نفوسنا وأنفس أبائنا وإخوتنا ورؤسائنا ومعلمينا وموتانا وأنفس الموتى المؤمنين ابناء البيعة المقدسة المجيدة. أرحيا رب أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم، وضح ندى مراحمك وحنانك على عظامهم، وتعطف علينا أيها المسيح ربنا وملكنا رب المجد وكلنا ولهم غفورا ورؤوفا. استجبنا أيها الرب ربنا وكلنا معينا، وخلصنا وتقبل دعواتنا وابتهالاتنا كرما، وبرحمتك العقوبات الشديدة وضربات الغضب المؤذية. ووفقنا يا رب الأمن والسلام إلى الآخرة الصالحة المحفوظة لآل السلام، وامنحنا النهاية المسيحية التي تحبها وترضاها والتي تليق بألوهيتك، وإياك نحمد مسبحين الآن وإلى أبد الآبدين. Before you, O God, the Father was invisible to the angels and archangels, before your beloved Son who revealed himself to the world by his love, before your Holy Spirit who cleansed the world by his grace, and before your holy altar where your divinity is proclaimed and the Holy Trinity abides, we present this sacrifice that it may be for the remission of trespasses, the forgiveness of sins, the blooding out of the transgressions of all your flock, and the rest and good remembrance of all the faithful departed. We offer you glory and thanksgiving now, always and forever. Amen. For your Kabul Husoyo, then Adar Basla Utho. من الون قابل حسيت حوب شبقان ودحتو عبات ريهن علمي والعلم علمين. آمين. إنو دين عبدهم حيلو حطو يولالو يعني ويمان قديش أبو قديش. قديش برو قديش. قديش روحو قايو قديش دم قديش فرمت خطوة عبدك فحيس مثراحم على نفسه ثانو نفسه ثكدب وين وداحين ودراب عنين وادمل فونين ودعاني ذاين وادخلون عني ذاين من الذليتو دي لقادشتهم شابحتهم بتريهون علمي والعلم علمي. نؤمن بإله واحد الآب الضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوهر الذي فيه صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح. إخوتي وأحبائي صلوا لأجل يا رب قرباني. 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 ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاء، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. ذلك الذي ليس لملك انقضاء
ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي الكل المنبثق من الآب ومع الآب والابن بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي آمين آمين بارخ المسيح يا لعيد صبيح كل نفس تصيح قام قام المسيح أحوات بالقيام الجليل أنشران يا خليل قام قام المسيح أشرق اليوم نور من ضجيج القبور يصرخ بالسرور قام قام المسيح امنحنا الآن ربنا محبة وإلفا وأمنا كاملا لنحمدك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين بارك مار شنومو الكون خون عمرو حادي لاخ نتل اسلام والأحدادي كل ناس القريب ابن شتو قادس الله ايتو عبد مران والوهان من بصار شلومان والقادس وديسيه طبق دام مريم رحمن ريش النركين دامت مران والوهان And bless all of us with your blessings which cannot be taken away and make us worthy to do your will. And that of your only begotten Son and of your Holy Spirit now always and forever. وابعد عنا ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسا أجسادنا لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين Om
حبو دلو أبو طيبو ثود انت حيدو يبرو شو توفو ثو مجنون ثود روحو قادي شو هيتو يام كل خنا حاي وحابي بين المين Let our minds, our thoughts, and our hearts at this hour be above where Christ sits on the right hand of God the Father. Let us thank the Lord with reverence. أهلا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانيين الواقفين أمامك ومع تسبيحك لا يفترون ونحن آتفون وقائلون قائش 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 كادن إثقاتا قابل الموت صبيان يحلفين حاطوا يهود لحطوا لحمه بذا وقد شثو كذودي بارك يا بلش لي حوقادي شوي مار سبق المنه هنا وفار دحلو فيكون وحلو ساقية مثل صيّة والحايد العلا أمول مين أوث والخسن سابك ذودي بريق قادش
يا بالولج لي حوقا ودي شوار سابش دو من قول خون هون او دم دحلو بيكون واحلف ساقيا ماذا شايا والحايد الأولى أم علمي And as he entrusted the sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. حينما تذكر بيعتك سيرى ملك الخلاصية ومجيئك الثاني الرهيب الذي فيه تجازي كل إنسان كفعله فمن أجل هذا تندم وتتضرع إليك رايتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلتان رحم علينا ونحن أيضا عبيدك الضعفاء الخطاة نقبل نعمك ونشكر لطفك على كل شيء ومن أجل كل شيء استجبني يا رب استجبني يا رب استجبني يا رب أشفق علينا أيها الصالح وارحمنا I can't get my game.
فارو ما في خاي فارو فارو خاي فارو دكشي حو الله ديلا والخوزون شمل دمون يتيق ذاته دمون فرق دين لمشيح الله دينا So that these sacraments may be unto all who partake of them for the absolution of their trespasses, and may they inherit eternal life by them. And that they may offer your praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit now, always, and forever. يا رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبرها شيخوخة صالحة وهادية وأقم بأروعة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين نسف نفس حون روح حون والوثي أبرح ما ساقي نشوي نون
حوث يتحو به والشبان تحته أولا والهوان المانع ملكوث ما ينيته نزع قولي ما رتل الزفنين قرية ليسون وابسط على أمواتنا المؤمنين جناح رحمتك واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودم ومودهم في أعضائهم وبه نترجى الحظ بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم Make us and our departed ones worthy of a Christian end while remembering not our transgressions and theirs, so that in this as in everything you are all honored and the blessed name may be praised, extolled, and glorified with the name of our Lord Jesus Christ and that of your Holy Spirit now always and forever. Shlomo al kul chum. May the mercies of the Almighty God and our Savior Jesus Christ be with you, my mother, and forever.
نصعد التسابيح لله لا بالفريد ونقدم السجود لابن الوحيد ونهتف بالدعاء المجيد نحن الذين بين يديك نسلم كفتي حياتنا يا الله يا رحوم يا حنون اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات طلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس هاتفينا بقلب خاشع وقائلين أبونا ادبش ما نجنا يا رب من الشر ومن كل ما يخالف نواميسك يا واغفر لنا وذنوبنا وعن جميع الذين أخطأوا إلينا بنا وإن كان لنشكرك ونسبحك وابنك
روحك القدوس الآن وكل آن وإلى أبد الآبدين. آمين. بارك الله. شلومو الكركون. أمرو حديث من الجنسي بوتا جوزي هوي حديث والو هوي تتقارا تبتم مريم رحمونو ريشين نركين دومك موران والو هوي. O Lord, right hand and upon your people that are waiting to receive the body of your only begotten Son, sanctify our souls and bodies that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit now, always and forever. Shlomo. تهوين طيب احمدت لي ثلث قادشتهم شابحتهم لو بريثا اثيتا وانثم ويتزغيتا شويت بوسيا هيتاوي عم كل خنا حاي وحبيبا هاي العلمي. آمين. Oh,
من حالنا دروح هذا ابو قديش من ضمن المبحنون هذا برو قديش من تفرقن بحاشي اخير دقنوم هذا روح قديش من دي ثوق امور امشي مليون ادخل ميدم ده ود هو ونوش ميد مريم بارخ من عالم وعدم العالم مين امين عامنا امين بثملكم شبحكم اثم شبحوا لابو لبرو ولروحوا قديشو شبحوا لابو لبرو ولروحوا قديشو ريحوا بسمو فويا فويا لفت الجو مريم يلقى طامو مريو رحم علينا وعلى قسلي بغمار أن يشعر بسلوت مريم شما بوبرو روحو قديشو حاضلوه شريرو امين المسيح قام المسيح قام المسيح قام كل عام وانتم بالف الف خير ويجعل ايامكم دائما بالصحه والسلامه وربنا يبارككم جميعا ويعطيكم دائما من خيراته ومن نعم وأفراح القيامة المجيدة. يا أحبائي، قبل ما أبلش بالوعظة أنا ذكرت أسماء الموتى كلهم على المذبح، ولكن بالحقيقة كثار هم كثير، لهذا السبب راح يطلعون على الشاشة كل الأسماء اللي ذكرناهم واللي حبيتهم أنه نذكرهم بالقداس الإلهي حتى ما نطول عليكم الوقت وما نطول بالقداس حتى نقلل من فرص انه نتاخر اكثر وكلتكم لابسين كمامات فاعرف صعب عليكم وقداسنا طويل وابونا يطول فالرب يبارككم جميعا ويعطيكم دائما صحه وعافيه والرب يرحم امواتكم المؤمنين ويعطيهم ملكوت السماء صحبه الابرار والصالحين والقديسين
آمين. كما أشكر كل الذين تبرعوا ونوروا الكنيسة وقدموا هداياهم بمناسبة العيد، الرب يباركهم ويعطيهم أضعاف ما قدموه 30 و60 و100. آمين. يا أحبائي، في صباح يوم الأحد وفجر يوم الأحد ذهبت النسوة إلى القبر حتى يقومون بالتقليد اللي كان متبع، أنه يطلعون إلى القبر ويضعون أطياب وحنوط ويضعون أطياب وحنوط حتى يعطون رائحة لطيفة وحلوة لجسد الميت. كلتنا نعرف أنه الميت بس يموت يبلش هالجسم ينحل ويتفسخ ورائحته تكون كريهة، ما حد يقدر يشمها، رائحة الموت. جسم الإنسان يكون فيه رائحة الموت. فكان اليهود عندهم عادي يطلعون حتى يطيبون هذا الجسد، يحطوا له روائح وحنوط حتى تتغير رائحة هذا الإنسان. ولكن هذول النسوة المباركات الذين خرجوا عند شق الفجر وعند قيام الشمس، الإنجيل المقدس يستخدم في المخطوطات الأصلية فعل قيام الشمس عن الفجر، ويستخدم نفس الفعل بنفس الصيغة عن المسيح أنه قد قام. ليش؟ لأنه المسيح يسوع هو شمس البر الذي أشرق وبنوره بعدما قام من بين الأموات أشرق على الأموات والأحياء. فكل من آمن فيه بعد أن بشر في الهاوية 3 أيام قام وكان معه في نفس اللحظة في الفردوس، مثل ما قال للص الذي كان عن يمينه: اليوم تكون معي في الفردوس. فشمس البر الحقيقي يسوع المسيح أشرق وكان لشروقه نور جديد، وكان لشروقه نور جديد. النسوة هذول اللي راحوا، مريم المجدلية ومريم أم سالومي ويعقوب والأخريات، كانوا خايفين منو راح يدحرج الحجر، حجر جدا كبير، منو راح يفتح لنا الباب. الرسل كلهم هربوا خايفين، نحن ما عندنا طاقة ندفع حجر، ما عندنا قوة ندفع حجر. فكانوا ذاهبات إلى القبر وكان الهم على أكتافهم، من سيدحرج الحجر بين المسيح الموضوع في القبر وبين النسوة الذين ليس لهم أحد معهم، لأن التلاميذ كلهم قد رحلوا وغادروا وهربوا لأنهم كانوا خائفين. ولكن المفاجأة أن الحجر قد دحرج والقبر فارغ، والملاك يقول لم تبحثنا عن الحي بين الأموات. اختلفت كل الأمور، المسيح قام وصار باكورة الراقدين، لأن المسيح ما مات حتى يبقى الحجر موضوع أمام القبر، لا، ولكنه مات لكي يقوم ويقيم جنسنا البشري معه لكي يعطينا حياة جديدة. فاليوم يا أحبائي، عيد القيامة هو رسالة لكل واحد من عندنا، مهما كنت مهموم، مهما كنت حزين، مهما كنت عندك مشاكل، اعرف لما تمشي هذا الممر وكأنك تسير إلى قبر المسيح، لأنه نحن المذبح إحدى تسمياته هي القبر،
قبر المسيح حيث ندفن الصليب، عرف أن الحجر قد دحرج وأنه قد قام، لأنه لن يضع بينك وبينه أي هم وأي مشكلة، لأنه تجسد لكي ننتصر نحن به، تجسد لكي ننتصر نحن به وتكون لنا الغلبة. وهذا اللي يميزنا نحن المسيحيين عن كل البشر الآخرين الذين لا يعترفون بالمسيح إله ومخلص. نحن نتبع ونؤمن ونعترف ونعلن إن المسيح هو الله الحي، وهو الله القوي، وهو الله الغير المائت، الذي صلب عوضا عنا ليفدينا. بولس الرسول يقول بعدما قام المسيح لا يتسلط الموت عليه، ولا أيضا علينا نحن الذين اعترفنا به. فهي رسالة لنا، القيامة هي بشرى مفرحة، بشرى خلاصية، أنه ما بقى للموت سلطان علينا. ليش؟ لأنه المسيح قام وأقام معه الراقدين المؤمنين القديسين، مثل ما يقول الكتاب المقدس أجساد كثير من القديسين قاموا وصاروا يطوفون بالمدينة ويبشرون أنه الخلاص قد تم، وأيضا سيقيمنا معه في مجيئه الثاني حتى ننال نعمة أن نكون أبناء وأولاد لله، لأننا آمنا باسمه ونشرنا تعاليمه في العالم. ها هي يا أحبائي القيامة، القيامة هي الأخبار المفرحة، الأخبار السارة التي أعلن الرسل للجميع إن المسيح قام. واليوم هي دعوة إلنا أن نكون نحن أيضا رسل للمسيح. المسيح قام لما نحن نكون أمينين في مسيحيتنا، المسيح قام لما نحن نكون إنسانيين في تعاملنا، المسيح قام لما نحن نصنع رحمة بعضنا مع بعض، المسيح قام لما تتجلى محبته في العالم أجمع، لأنه الله محبة والمسيح هو ملء المحبة. ولربنا المجد الدائم، آمين فآمين. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. I would love to say a few words in English also to our young generations. First of all, I don't prefer to say Happy Easter. I love Happy Resurrection Day. Why? You have to keep in mind always, especially young generations, everything will take your eyes away from the salvation, the saving work of our Lord Jesus Christ. The salvation which He gave us is wrong. Don't say Happy Easter. Say Happy Resurrection. Why? Because in this resurrection of Christ is our victory over death and over evil and over sin. Keep in mind, we are the son, we are children, sons, daughters of resurrection. Why? Because Jesus' resurrection is our hope. It's our hope in this life. You are still young. Many challenges will come. This life is challenging life in everything. Sometimes I can feel you are tired from your studies.
your school, classes. Sometimes you are tired from your parents. I know. They want a lot. They ask us for a lot. They want us to be successful more than them. Many challenges, sometimes struggles. But we have to know, always after any challenge and any struggle, there is resurrection. After any cross, there is a risen Jesus. There is resurrection. That's why we have to be faithful to our faith and Christianity. We shouldn't accept anything against our faith. We shouldn't accept anything will lead us and guide us away from Christ. Why? Because we are Christians, and people should see him through us. People should see this resurrection of Christ through us. How? When we decide to be a disciple of Christ. Each one of you is invited to be a disciple for Christ, to give the good news to people. And good news is Christ is risen. Indeed is risen, man. Again, Christ is risen. Naomi. خلص الصوم هسا تطلعون تاخذون طاقة مليحة. Christ is risen. Again, loud. It's a good news, so we have to say it loud so all people around us can hear us. Christ is risen. بعدكم نايمين. يلا. Christ is risen. Indeed is risen. Bravo. God bless you. And our Lord Jesus Christ protect you and gives you always good life and full of grace in your lives to give him always glory and honor and to be good examples in your families and with your friends in this life. Amen. يا أحبائي خلونا نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول قبل ما نكمل مراسيم عيد القيامة. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا يسوع المسيح وروحه القدوس، وأعترف بإيمان المجامع الثلاثة المقدسة. ليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى الحياة الأبدية مثلما رحم بطرس الرسول والخلص اليمين وجميع التائبين بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه لرسله الأطهار ومنهم جيلا بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلي أنا العبد الضعيف الخاطئ. بهذا السلطان أحلكم من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها. تداكون وتتقدشون ونشتبقون حبيكون وحطيكون بشمو دابو ودبرو ودروحو حي قديش الحيد العلم علمين. آمين. صفهم للدورة.
Yeah.
still asleep, Jesus is risen, declaring victory, no more defeat. Jesus is risen, declaring victory, no more defeat. Resurrection is my song. Jesus, my Lord, is alive. الله يخليكم الله يحميكم. This is risen in glory, heaven and earth sang and praised, and the angel told the story. He is risen as he said, and the angel told the story. He is risen as he said. Resurrection is my song. Resurrection made me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Her to go and spread the word, while Jesus himself was telling her to go and spread the word. Resurrection is my song. Resurrection gave me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. All the disciples were praying. They were really in great fear when Mary came to them saying, He is risen. Saying, He is risen, He's not here. Resurrection is my song. Resurrection gave me life. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. Salvation, resurrection is.
Jesus, my Lord, is alive. Resurrection made me strong. Jesus, my Lord, is alive. هود ملاخم شمشين لي هود كروب برخين لي هود سرافم قد شين لي علي شهد الأمايو ودا حطايا بدي أبوث مثل كشف قوم ابتشف حومي طول ثاني رحمان هاوت نوروني مهلين لي عريشة عروح هاوت روحو كشفنا وامرين قم بشب عمي طول تنث هاود عيلويم رامر من هاود مصعيم قلسين ليم عريشة
وتحت عيم زيحين لي كشف وامرين فاسبحوا بطولة نهد أحام موران الثرى أحام موراً قابلت شمشتاً وصلا وثاً وثرا حمالين شبحوا شما يونس قد اشي شما اذا مالك دخن وس يونا خير الدش شما يبرع يومنا وشبق لنا حبين وح هين الندافع حنا شباق الحياة بين وتعنى النسيو بقيوم تهد مالك ومشيحه بسبحو سينا في شوثان حيمون روح داشرور نمركو لانشويوه زيقني مان إلوان شادا حب أبرو روح قديشو من عولا مرد الدورين لتشبحت عليه إلويا مما ذبحوكم حسيون ونحود حسين عبد إكبار الله وديت الفرقون أنواع تيدني ثميت النحوم أن حدثت غنسان أهل العلمين آمين شوط موريالو يمينو خيد لهم الحزيوني دو باريق القنشون السودين قدام قبلين المسف وغد يقيرو حسن حوب القلي وثبت أغضر والو أهل العلمين رحمة وضلوا رابو فرق وديلان يشو عمشيحو على طيني قدشي هولين وعليه بيهون وعنوس بيهون وعلى كل مندلي واشتوتاف ومشتوت في نبهون
رحمة وضالوني ونالين وعليهم بترين هنا المي والعلم والمين سبحانك سبحانك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الأبد سبحانك جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الزكي الغافر الثمين الذي شربناه لا يا رب لا يكونان لنا للدينونة والانتقام لكن للحياة الأبدية وخلاصا لجميعنا وارحمنا إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وإنا وضدنا وارحنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا بواسطة تنعمنا بهذه المائدة الروحانية فنأتي بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل نوان وإلى أبد الأبدين آمين بارخ مو شلومو الكل خون عمرو حدي لخ من بثار نسيب وثاد رزي هولين قادي شو الله يديه تبغ ذا مريم رحمانه ريش نركيق ضميك موران والله أيها المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وصار لنا طعما لا يفنى احفظ نفوسنا واسادنا من جهنم التي لا تطفى والدود الذي لا يبلى لنسبحك واباك وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين هنا يوم بهز قوفي دنطر قبره قم حاسينا ولو قم قذما ومخلد الشيول يوم ودا طين كل سبروثو شافيروثو ذل تلميذك ميرين بايا دابيل واو يا ورع الموت زا
سيرم بشلوم وحي وحبيبك من عند الزبور فتشتو عم سواتي بالكوثين سبتم من دفع سيد مري راحيق عم قاريبي حي عميثة فريقاي بس لي بجزاك هود مري وات بيعبر شمد معمودي فقاد يشتو يتحاسي حو بيكون تشبق مصر يكون واتنفع وضعين يكون وين ودين عبدو محيل وحاطو يتحليم تقدر بدون تستاب تكون أخرس ورقونو Go in peace, اذهبوا بسلام زلوم بشلوم وكاث حوديتون وروزيتون وعليهم حلو حاطو يرسالة كانوا يقرمون يقابل تعالوا تنيولكم أول قربانا